علشان كده جماهير نادي الزمالك زي ما قلت في المقدمة هم بطل المشهد الأول، هم الصورة المضيئة الأبرز في هذا الانتصار وكل انتصار. جماهير نادي الزمالك تحديدا عادة تعاني. تعاني ليه؟ في حاجة دايما كده كانت بتحصل في الزمالك، لخبطة، لخبط شوية في الأمور الإدارية، لخبط شوية في الأمور الفنية، لخبط شوية في الأمور اللي متعلقة باللاعبين، لخبطة طول الوقت، طول الوقت في لخبطة. ورغم كده تلاقيها ما بتهبطش، ما بتهبطش، تساند وتدعم وتقف جنب فريقها في كل الظروف الصعبة قبل الظروف الجيدة. عشان كده هما البطل الأول في هذا المشهد الرائع لنادي الزمالك اللي كان فيه بالكامل منظومة رائعة من أصغر مشجع لأكبر إداري في نادي الزمالك، شريك في هذا النجاح الباهر الكبير الاستثنائي الإعجازي اللي عمله نادي الزمالك هذا الموسم.